السلام عليكم. إذا في الفيديو غنحسبوا على ليميت ديال اكس ناقص جذر اكس على اكس زائد 3 بلس لانفيني. إذا اللي درنا التعويض المباشر، بلس في اكس غيعطيني بلس انفيني، موان جذر اكس يعني موان لانفيني، يعني هذا هنا بلس انفيني. إذا غيجينا بلس انفيني موان لانفيني على بلس انفيني، هذا فورم ان ديتيرميني. إذا خصني نحيد هاد لا فورم ان ديتيرمين. اذا غادي نديرو التعميل فاكتوريزاسيون. اذا ممكن نعملو باكس، اذا كنعملو باكس في البسط كيبقى لينا واحد ناقص. اذا عملنا باكس يعني غنقسم على داك التعميل اللي عملته. اذا كذلك اكس واحد زائد ثلاثة على اكس. On simplifie par x la limite ديال واحد ناقص جذر x على x واحد زائد ثلاثة على x. إذا لاحظوا معي بأن هاد جذر x على x فهي شنو هي؟ هي جذر x في جذر x على x جذر x، يعني كنضرب في المرافق هنا باش يمكن لي نبسطها ونرجعها واحد على جذر اكس. اذا كتجينا اكس على اكس جذر اكس. علاش اكس هنا؟ لان جذر اكس في جذر اكس هي جذر اكس اس 2، اذا الغير كيمشي مع الجذر كيبقى لنا اكس. اذا نسمبليفي واحد على جذر اكس. اذا هاد التعبير هذا يمكن نقسمه بشكل مباشر، جذر اكس على اكس هي واحد على جذر اكس. اذا هاد التعبير هذا غادي يرجع لا ليميت ديال واحد ناقص واحد على جذر اكس. علاش انا درت هاد الشونجمون هذا؟ لان الا خليت هاد الشونجمون بحال هكدا غيكون عندنا هنا لانفيني على لانفيني، يعني فورم انديتيرميني، يعني ما غاديش تعطيني نتيجه. اذا دابا يمكن لينا نحسبو بكل سهوله لا ليميت. اذا واحد على جذر اكس، اذا كنعرفو لا ليميت ديال واحد على جذر اكس يعني واحد على الانفيني هي صفر. طالميت كذلك ديال ثلاثة على اكس، ثلاثة على الانفيني يعني هي صفر. اذا اش كيبقى لنا؟ واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر اي واحد على واحد اي واحد.